ولنقاش الملف اللبناني والحديث عن تطورات المشهد السياسي ومآلاته بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية وسط استمرار الأزمة السياسية والانهيار الاقتصادي. ينضم إلينا عبر منصة زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي علي شندب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف يمكن قراءة موافقة الكتل السياسية على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة؟ شكرا لهذه الاستضافة. بداية اسمحي لي التنويه بأن لبنان حاليا يشهد قطع للطرقات وأعمال احتجاجية كبيرة، وخصوصا في طرابلس التي تشهد بعض التوتر ويسمع فيها إطلاق رصاص متقطع وأيضا رمي قنابل بسبب فقدان مادة المازوت، ولربما يحمل هذا الرصاص نوع من الاحتجاج على تبوء نجيب ميقاتي منصة تكليفه بتشكيل الحكومة، خصوصا وأن الرجل سبق له وأن رفع صوته قائلا بأن طرابلس لن تجوع لكن طرابلس جاعت، ولطالما استهدفه أبناء المدينة بهجومات شخصية شملت منزله في طرابلس، وبالأمس أيضا بعد تسميته بأنه قد يكلف شهد محيط منزله في بيروت عملية احتجاجية. بالإجابة على سؤال حضرتك، لابد بداية من القول بأن الذي حصل هو أن سعد الحريري أقصي من مهمته في تشكيل الحكومة، وأن هذا الإقصاء سبق اعتذاره وأن الاعتذار أتى لكي يغطي هذا الإقصاء، والذي أقصى سعد الحريري عن تشكيل الحكومة هو حزب الله بلسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد عندما قال بأن سعد الحريري ينوي أن يبقى فقط مكلفاً ولا ينوي أن يعتذر وأن فرص تشكيله للحكومة باتت معدومة. في هذا السياق لا يمكن أيضا لا ننسى موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون وصهره جبران باسيل الرافضين لتشكيل سعد الحريري للحكومة، بالنظر لأن سعد الحريري ألزم نفسه بمواقف منها عدم تواصله مع جبران باسيل وهو رئيس الكتلة النيابية المسيحية الأكبر، وبالتالي وضع بالمقابل باسيل فيتو عليه، وهو فيتو مختلف عن فيتو حزب الله كل لسببه، وضع فيتو عليه تحت عنوان إما أن نكون معا في الحكومة أو أن نخرج معا من الحكومة، وبالتالي فقد أقصي سعد الحريري على الحكومة وكلف الميقاتي. ما الضامن أن لا يحدث السيناريو ذاته مع نجيب ميقاتي؟ اللافت في تكليف ميقاتي هو تصويت وتسمية حزب الله لنجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية، وهي التسمية التي حجبها حزب الله عن سعد الحريري لأسباب كثيرة. اليوم مثلا التسمية التي 72 نائبا الذين سموا سعد الحريري هم من غالبيات مسلمة، المكون الشيعي، المكون السني، المكون الدرزي، وبعض المستقلين المسيحيين، لكن الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، التيار الوطني الحر لصاحبه جبران باسيل الذي يعتبر في بعض الأحيان بأنه الذراع المسيحي لحزب الله، والقوات اللبنانية المنافس القوي للتيار الوطني الحر في الشارع المسيحي. هناك كلام حصل اليوم بالأمس حصل على أن جبران الذي التقى ميقاتي عشية الاستشارات النيابية طلب أن تكون وزارة الداخلية من حصته، وأن رئيس الجمهورية ميشيل عون أوفد مستشاره الرئاسي الوزير جريصاتي إلى ميقاتي طالبا نفس هذه الحقيبة، وذلك الاعتبارات لها علاقة بأن هذه الحكومة إذا ما شكلت فإنها سوف تجري الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي التيار الوطني الحر هو يعرف بأن شعبيته بات في الحضيض وبأنه سيخسر الكثير من مواقعه، يعتقد بأن إمساكه في وزارة الداخلية قد
تسهم في منعه من السقوط المدوي، وبالتالي لا شيء يمنع أن يتكرر ما حصل مع الحريري، معني بنجيب ميقاتي. لكن هذه المرة الثالثة التي يكلف فيها نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، وفي كل مرة كان يكلف بها كانت البلاد تمر في أزمات مستعصية، إما اغتيال الحريري، إما يعني أمور ما من هذا النوع. واليوم لبنان بأكمله يغتال، وبالتالي لم يكن تشكيل هذه الحكومة لم يحمل إلى الشارع أي نفس تغييري. لماذا؟ لأن نجيب ميقاتي برأيي شرائح وازنة من الشعب اللبناني هو من ابن المنظومة السياسية التي ثار عليها الشعب اللبناني المتورطة في الفساد، وبالتالي لم يحدث التغيير الذي يأمله اللبنانيون. تحدث ميقاتي عن تلقيه لضمانات دولية لتشكيل الحكومة المقبلة، إلى أي مدى ستقبل التيارات السياسية بهذا الدعم الدولي، أو لنقل بين قوسين المبادرة الفرنسية يقصد؟ فارق في الأمر أن حزب الله الحاكم الحقيقي للبنان والمقوي لسلطاته الدستورية والسياسية كان سبق له أن وضع فيتو على اسم السفير نواف سلام، على اعتباره باعتبار أن حزب الله يعتبر أن سلام هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية. نجيب ميقاتي اليوم يتحدث عن ضمانات دولية، الضمانات الدولية التي تلقاها ميقاتي هي من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواصل نجيب ميقاتي، ويقال بأنه التقى رئيس المخابرات الأمريكية الحالي ويليام بيرنز، الذي هو بالمناسبة صديق لميقاتي ومعروف في المنطقة، كان سفيرا ومساعدا لوزير الخارجية وأيضا لرئيس المخابرات الفرنسية، وأيضا تواصل مع بوغدانوف. لكن هذه الترويكا الفرنسية الأمريكية الروسية كانت أيضا تقف وراء دعم سعد الحريري، نعم، ولكن الكلمة الإيرانية العليا هي التي تقرر في الشأن اللبناني، وليس لا مبادرة ماكرون التي للمناسبة لم يبق منها شيء، ولا أي قوى أخرى، ولأن حزب الله يمسك بهذه الورقة رغم الإيجابية التي أبداها اليوم في مسألة دعم ترشيح نجيب ميقاتي وتسهيل مهمته في تشكيل الحكومة. أراد أن يعطي هذا الانطباع أنه يخفف بعض من السخط الشعبي عليه تحديدا، لكن الجميع يعلم بأن الورقة اللبنانية هي في يد إيران، نعم، وبأن هذه الورقة لن تصرف إلا في ضوء المفاوضات النووية في فيينا. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي علي شندب، حدثتنا عبر منصة زوم من طرابلس.